مشاهدينا إلى قطاع الفلاحة الآن، حيث سنتطرق اليوم ونسلط الضوء على واقع إنتاج الفراولة بولاية تيبازا والإنتاج الوفير الذي تسجله الولاية هذه السنة، مما يؤهلها لولوج عالم الصادرات. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يحضر معنا في الاستوديو عضو المجلس الإداري للغرفة الفلاحية بولاية تيبازا السيد مزيد بكروان. أهلا وسهلا. شكرا على الدعوة يا أستاذ. شكرا على تلبية الدعوة. إذن سيدي، قبل الحديث عن فاكهة الفراولة بولاية تيبازا، سأبدأ معكم من واقع قطاع الفلاحة على مستوى الولاية. شكرا. الولاية تيبازا هي ولاية غنية جدا من جهة نوعية الفلاحة. المفهوم هو بأن في الولاية عندنا محاصيل عديدة، عندنا الحمضيات، عندنا الخضروات، نعم. 2000 قطار تاع ديسير تاع بيوت بلاستيكية، وعندنا ثاني خضروات خارج البيوت البلاستيكية، عندنا الكروم عندنا 3500 قطار، عندنا ثاني الفراولة ومن بعد نزيدو نهضرو عليها، والفراولة ما شاء الله راهي طالعة صاعدا، وكاين أشجار المثمرة، الخوخ، بعويد، هادو كاع يتيك راهم كاينين. وثانيا عندنا في تيبازا، واش يمثل تيبازا هو الموقع تاعها الجغرافي. نعم. والمناخي. المناخي، لماذا المناخي؟ لأن في تيبازا عندنا البحر الأبيض المتوسط، هذاك يعطينا دي تمبيراتور، حرارة دائما تكون معتدية، ونفس الوقت في نفس الوقت عندنا التربة تاعها خصبة، عندنا التربة خصبة، هذه تخلي ولاية تيبازا محسوب عندها محاصيل عديدة جدا. نعم. وتخلي ثاني الفعل تاع الفلاحة يوقع كبير جدا في تيبازا. مفهوم هذا عن الفلاحة بشكل عام بولاية تيبازا، ماذا عن الفراولة وزراعة الفراولة بالولاية، وأيضا المساحة المغروسة المخصصة لهذه الفاكهة؟ والله أستاذ، الفراولة تاريخ كبير في تيبازا. لماذا عندنا في الدخول تاع الفراولة في تيبازا؟ نقولوا جوية 1975 1978، هذاك الوقت ما كانش الخاص محسوب يكون كان بالزياده، ولا كان هذاك الوقت المزارع الفلاحيه تاع الدوله، تاع الدومين اغريكول اوتوجيري، هذوك لي دومين. في 75 كان مزارع دخلوا جابوا ماشي مزارع، الوزاره ذاك الوقت باسكو كان مخطط وطني، كان داروا فراوله، داروا على 3 قطارات، ولكن كانت محسوب تجريبات وما نجحتش 100%. لماذا؟ باسكو ما كانتش عندها مخطط، ولا كان باغ اكزومبل يديروا 3 قطارات، التقنيات اللي كانوا يستعملوهم تقنيات محسوب بسيطه جدا. نعم. كما مثال بار اكزومبل في التربه، ولا غرسوها محسوب عشوائيا هكذا غرسوها، فينالمون ما نجحتش في هذاك الوقت، ما نجحتش. ولكن من بعد 88 جاوا فلاحين دي كانوا ديجا في هذا لي دومين، هذو في المزارع هذويا، هما بدتهم. نذكر الحاج عبدون، الحاج تيتوش، هاد الناس هذويا كانوا يبغوا الفلاحه، وكي داو التراب عطاو لهم استاذ التراب، ولاو هما بدتهم ولاو يخدموا هاد الفراوله. دونك وبداو المساحات كانوا قليله جدا، المساحات كانوا مساحات 10 قطارات 20 قطار، ومن بعد بشويه ولا تتطور. وين تطور في الاستعمال التقنيات تاعها، ولاو يديروا كانوا ملي كانوا يسقيو السقو تاع 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 محسوب تراديسيونيل، هذاك تاع الماء يديروا ساقيه كيما نقولوا، ولاو للغوتا غوت. كي ولاو للغوتا غوت
ولا المردود يزيد. نعم. دونك الفلاحين ولاو ولاو يروحوا للفراوله، وزادوا داروا التقنيات وين يديروا يغرسوا في التربه، في التربه نيشان، ولاو يديروها فوق لي بوت، فوق لي بوت. هذو لي بوت شغل التراب يديروه باش يديروها من الفوق وما تمرضش. دونك هالتقنيات هذو واش ولاو يديروا؟ زادوا لي فاريتي يا استاذ، لي فاريتي هذو اللي كانوا يجيبوهم في الأصناف، كانوا شويه يعني زادوا تطوروا لي فاريتي، ولاو فيهم المردود. حاب يقول باللي الفلاح ولا يتطور. ومن بعد كي لحقنا جويت 2000 هكذاك، جويت 2000 كنا ديجا ابوبري بالك واحد 50 قطار وكاع. من بعد اوفر مازال كيما ولاو يافونسي، ولاو الفلاحين يتطوروا في الاستعمال، وثاني ولا الطالب يكثر. نعم. وكانت غاليه هذاك الوقت، كانت غاليه بزاف، كيلو تاع لافريز باش تاع فراوله تجيب 100,000 ولا غاليه. دونك واش داروا؟ زاد المردود وزاد المنتوج، واش ولاو الاسعار انخفضوا. نعم. ما هي المساحه المغروسه الان؟ الان المساحه الان دونك في 2000 كانت 74 قطار، في 2011 كانت 74 قطار. نعم. واليوم رانا بين 900 و 1200 قطار، يعني توسع بنسبة كبيرة جدا، ستادير تضاعف ب 12 مرة. نعم. يعني كل عام ولينا نضاعفوا تقريبا بالدوبل تاع هذا. اليوم رانا في هي الولايه تاع تيبازا، هي في 2019 2020 كي كانوا الاحصائيات محسوبه مع الكورونا شويه. نعم. ما عرفناش من الاحصائيات، ولكن نجمو نقولوا اليوم كانت تيبازا هي الاولى في الجزائر في المساحات. نعم. هي الاولى في المساحه. مفهوم. ما هي الاصناف المتوفره من الفراوله على مستوى ولايه تيبازا؟ يعطيك الصحه. الاصناف هذو يدك كما قلت لك بلي جو من التاريخ تاعها. اليوم الاصناف اللي كاينين سبلوندور، كاين كاماروزا، كاين نبيله، كاين كاميلا، كاين حاصل، كاين واحد 12 نوع. نعم. احنا عندنا تخصص في تيبازا، وين كل عام نديرو 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 معرض تاع الفراوله. نعم. كل عام نديروا هذا المعرض. دونك لو كان يجيبكم ربي يكون معروضين هذا العام ان شاء الله، ولا درناها تشوفوا باللي النوعيات كاين بزاف، كاين فاسيلمون تصيب واحد 15 ولا 20. نعم. لماذا؟ باسكو ميم الفلاحين هذو تطوروا ولاو يخرجوا للخارج ويشوفوا واش كاين في الخارج. دونك كنا نجيبوا فراوله باريوم من الماريكان ولا، ومن بعد ولينا نجيبوا من اسبانيا، ولينا نجيبوا من ايطاليا ولا. ودركا واش رانا نديرو دركا؟ دوكا طورنا الفلاحين تاعنا، طوروا واش راهم يديروا؟ راهم يديروا الزراعه تاعهم، راهم يديروا تربيه الشتلات هما بداتهم. باسكو الشتلات هذو على بالكم باللي في الفراوله يديروا واحد السيستم تاع ستولون. نعم. يخرج مطرق هذاك، وهذاك المطرق حنا نربيوه باه نخرجوا شتله اخرى وما نجيبوهاش من الخارج. هنا المفهوم واش هو؟ في 1000 قطار وإلا عندنا بار اكزومبل 30% ولا 40% تاع اللوكال هذا اللي رانا نخدمو، حاب يقول 30 ولا 40% هذا انخفاض من لامبورتاسيون اللي رانا ما نجيبوهاش. نعم. هل هذا يعني سيدي ان هذه التقنيات ساهمت في وفرة الانتاج هذه السنة؟ وهنا لابد الحديث عن كمية الانتاج بالنسبة لولاية تيبازا. يعطيك الصحة، هذه تري امبورتون. التقنية عندك زوج حوايج اللي ينجموا يخلو المنتوج يكثر. هو الاول التقنيات، باسكو التقنيات تاع باسكو يفو نهضروا بلي الفراوله واعره بزاف باش. نعم. باش تلحقيها، باش يلحق للمنتوج كاين امراض، كاين مصاريف كبيره جدا. ومن بعد نحبوا نجمو نهضروا على المصاريف تاعها. دونك التقنيات يلزم يكونوا التقنيات اللي يتحكموا في الفراوله باه ما نكونوش في خساره، دونك يكون المنتوج. نعم. والفراوله راكم تشوفوها هي بدتها شغل لي فراجيل، محسوبه حاجه ماشي صحيحه كما نقولوا الحمضيات ولا. نعم. دونك المرض اللي يجي
يخسرهم. دونك الفلاح في الفراوله يلزم ليل ونهار هو يرد البال عليهم كيما نقولوا ان بيبي. دونك المنتوج حنا عندنا 1000 قطار، نقولوا 1000 قطار ابوبري. حنا اليوم المردود تاعنا اللي كان مردود تاع 100 قنطار في القطار ولا 110 ولا، باسكو التقنيات هذو ما كانوش مطورين. دركا طلعنا ل 200 جويت 2015 ولينا في 200 قنطار في القطار. اليوم رانا في 300 قنطار، 350 قنطار في القطار. نعم. حاب يقول باللي رانا ندورو ابوبري 350000 كانتو اليكتار، 350 قنطار ضربوها في 1000 قطار اللي عندنا هنا في تيبازا، ابوبري 350000 قنطار. وهذا واش خلى هذا؟ خلانا باش الاسعار يطيحوا. نعم. لماذا؟ باسكو طونك ينتجوا، طونك يكونوا فلاحين، طونك يقووا في المساحات وتغطية الطلب، الاسعار يحبوا. اليوم نعرفوا بلي الفراوله ما نشوفوش في البدايه كما دوكا ديسمبر نورمال. وايضا هذا السنه استسمحك فقط سيدي، لاحظنا انه دخول فاكهه الفراوله الى الاسواق حتى قبل موعدها. نعم صحيح. لماذا؟ على جال الحراره اللي راهي كاينه اليوم. الحراره باسكو واش يخلينا المنتوج باش يخرج في الوقت تاعو؟ هو البروده. البروده ما تخليش الشجره الام باه تنتج، غير تنخفض هذيك البروده يولي انتاج يمشي. نعم. وزيد الازهار يكون، دونك الانتاج يكون. نهار تكون كيما هذا العام هذا البروده ما كاش، هذا العام عام محسوب يدو. دونك حب يقول باللي واش دارت الشجره؟ فطنت قبل الوقت، فطنت شهر قبل الوقت ودارت الازهار شهر قبل الوقت. حب يقول اليوم في ديسمبر ماشي في جانفي، ميم لا فان ديسمبر صبنا الفراوله، صبنا الفراوله وعندنا شهر دافونس في هذه. واش نديروا دركا؟ حنا الانتاج يكون، حنا بلادنا هنا سخونه وفيها يسوفي يكون الماء ويكون التقنيات. نعم. التقنيات يكونوا برك محسوب ريسبكتي باش ما تمرضش هذه هي. دونك الانتاج هذا اللي راه كاين بكري على جال الحراره العامه، على جال الشانجمون كليماتيك رانا نشوفوا، ميم ربي ان شاء الله يغيثنا بالشتاء وكاع، راه ما كاش البرد، مخصوصين البروده ومخصوص ميم نسيبوا نوعا ما مشكل في الانتاج تاع مثال تاع 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 لابوم تاع التفاح. لماذا؟ باسكو التفاح يطلب بروده كبيره في 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 فصل الشتاء، يطلب 1200 ساعه تاع بروده فوق 7 درجات في العام. وحنا مع الحراره هذه اللي راهي كاينه ما تخليناش نلحقوا لهذيك. واش يدير الازهار؟ ازهار ما يديرناش الحب. دونك نوعا ما هذه الحراره ماشي وقت طبيعي، ماشي وقت طبيعي. مفهوم. ما هي الولايات التي تسوق اليها ولايه تيبازا منتوجها من فاكهه الفراوله؟ والله يا مدام انا رحت لحقت هي لو سول بروبليم، حسب المشكل اللي ينجم يكون هو ديبلاسمون تاعها. باسكو الفراوله قلت لك فراجيل بزاف، دوكا باش تديها للصحراء في السخانه وكاع سي با بون. دوكا كاين لي كاميون فريغو، كاين نروحوا باغ اكزومبل للمارشي دكرو، نروحوا للسوق الجمله. واش نسيبو ثم مستفين لي كاميون. نعم. تاع سوناتراك. نعم. حتى الان يتم وضعها في علب بلاستيكيه. نعم. يعني ويكون هذوك العلب البلاستيكيه جيد بالنسبه للفاكهه. نعم. يتعاملوا في النتش، كي نحيو الفراوله. نعم. الخدام هذاك يديرها مباشرة داخل العلبة البلاستيكية. نعم. وعلى باسكو حنا ماذا بينا ديجا ينقص لا مانيبيلاسيون تاعها، واليد العاملة ايضا. نعم نعم. واليد العاملة بالنسبة لي فوالا نقصوا اليد العاملة تاع اللي دير لومبالاج. نعم. وثاني سورتو الفراولة ماشي كيما تشينا ولا الفراولة لي فراجيل، ولا دركا درنا بزاف عمال اللي يمسوها باش يديروها في علبه بيقول ما تلحقش. نعم. ما تلحقش ما يلزم الحال، كاليتي تاعها تطيح. الو حنا واش نديرو مع الفلاحين وكاع يتك ويزيدوا يربحوا الخدام؟ الخدام اللي ينحيها هو اللي يديرها. بيقول تما يبا الكونسوماتور هذا المستهلك هذا اللي ياكلها ياكلها استدر من اليد تاعها اللي ينحيها ياكلها هو نيش وما كاش اللي يمسها.
وهذا سي تري امبورطون صحيا لي امبورطون. مفهوم. سيدي قبل قليل تحدثنا عن اهميه التقنيات الحديثه في زياده المردود والانتاج، لا يقودنا الحديث هنا للتكلم عن اهميه التكوين في تطوير خاصه شعب الفواكه. هذا هو هذه النقطه الحساسه كاع يا استاذ. نعم. حنايا في الغرفه الفلاحيه عندنا عندنا واحد 12 سنه 13 سنه من 2010 الوقت اين ديجا شوف بحسب طاحت اين الفراوله في الولايه تاع تيبازا طلعت من 70 قطار الى 1000 قطار. نعم. اذا احنا واش درنا؟ عندنا برامج، عندنا برامج في الغرفه الفلاحيه، برامج التكوين في عده سبيساليتي. مثلا نديرو باغ اكزومبل التسميد تاع الفراوله، التسميد تاعو على بالكم كاين تسميد، كاين حمايه نباتيه، كاين الري هاد الثلاثه هادو زيد النوعي كيفاش نغرسوها، هادو تقنيات محسوب دقيقه. نعم. وإلا واحد ما قادرهمش ولا ما زبيتهمش واش يصرى؟ هذاك المنتوج ما يكونش يتحبس. دونك حنا في الغرفه الفلاحيه عندنا برنامج، وماشي من اليوم، عندنا دوبي 12 سنه قلت لك عندنا برنامج تاع تكوين الفلاحين مع الوزاره تاع الفلاحه، مع ليزانستيتو، مع مراكز التكوين، ماشي مراكز التكوين، ليزانستيتو تاع الفلاحه، معاهد التكوين. نعم. ومع الغرفه، احنا بدتنا في غرفه عندنا اطارات توا هنا. نعم. اللي يخلوا يمدوا اولا الاولى يمدوا دروس على هذه التقنيات، هذه باسكو دوك التقنيات ولات دقيقه جدا. نعم. استاذ كيما باريزوم نحكموا التسميد، بكري كانوا يديروا التسميد بهذوك الشكاير تاع 50 كيلو، دوك نو، دوك هم يديروا التسميد بلي سوليبل. ديجا الاولى رانا نديرو الري السقو نديروه بالكوتاكوت. نعم، بالتقطير. هذاك بالتقطير، هذاك الكوتاكوت واش يدير؟ نجيبو له التسميد تاعو اون امون، ما يلحقش كاع لونغري، ما يلحقش كاع التربه هكذاك، دونك نخلطوه في البدايه، وهذاك التسميد يجي معبر ومحسوب على حسب احتياجات تاع التربه. نعم. وعلى حسب احتياجات تاع النبته. مفهوم. سيدي، هذا التقدم الملحوظ في زراعه الفراوله على مستوى ولايه بازا يحقق الاكتفاء الذاتي ويوجه الانظار صوب التصدير، هل هو ضمن برنامجكم؟ استاذ قبل ما نهضروا على التصدير نهضروا على السوق المحلي. نعم. دوك السوق لماذا؟ باسكو التصدير متراكس محسوب مباشرة مع السوق المحلي. دوك حنايا الفراولة كان غير كان ولاية تاع تيبازا، كاين جيجل، كاين سكيكدا. نعم. هادو هما اللي راهم يديروا الفراولة، وكاين ثاني شوية مستغانم الجزائر العاصمة، ولكن حنا رانا في 46 مليون نسمة. والثاني حاجة أخرى مهم جدا سيكو اليوم الجزائري ماهوش كيما نقولوا في السنوات تاع السبعينات ولا وين الفاكهه ما يروح لهاش. كان يروح للغازوس، كان يروح للصودا وكاع هيتي، مي الفاكهه كانت شويه غاليه. نعم. دوك مع الله يبارك مع الجزائري دوكا عنده الامكانيات، راه طونوبيل، راه خدام، وسيرتو النساء ولاو يخدموا ولاو طوروا حاب يقول. نعم. هما اللي راهم يروحوا لهذا المنتوجات. نعم. ولا السوق المحلي ولا يطلب في هذه الفراوله، كي راه يطلب في هذه الفراوله حاب يقول احنا ما عندناش محسوب امكانيات باه نكملوا للمستهلك تاعنا، باه دوكا نروحوا دوك باه نروحوا واسمو كاين مزارع. نعم. سبيسيال ان تي بو باش نهضروا على اكيد سيكون لنا حديث ونقاش في فرص اخرى بحول الله. سيدي شكرا جزيلا لك سيد مزيان بوكروان، انتم عضو المجلس الاداري للغرفه الفلاحيه بولايه تيباز، على كل هذه التفاصيل. يعطيكم الصحه انتم على ومكم معروضين ان شاء الله باش تجيو تحضروا للمعارض تاعنا بحول الله. شكرا. الصحه مدام.